مشاهدينا ومتابعونا الاعزاء، اجدد التواصل والترحيب بكم من جديد مع انطلاقه شوط الختام لرحله الحقائق في هذا الصباح من هنا من ارضيه ميدان التله، ومع مهرجان سيدي ابو خالد حفظه الله ورعاه الذي ياتي ويقام هنا في ارضيه ميدان التله لهذا العام، لاتابع البدايه وارصد المركز الاول. من تتقدم في هذه الاثناء لتنطلق مع الصداره هي وعد هزاع بن سيف بن عجلان المنصوري، يدفع بوعد لتاتي دائما على الوعد وتتقدم مع الصداره. الشبابيه تندفع ثانيا لتنطلق هناك مع ثاني المراكز علي بن سالم بن علي الدرعي، اما ثانيا وصلت خلابه حمود بن طويرش الوهيبي يقدم خلابه مع ثاني المراكز، وثالثا اتابع الواريه زاهر بن سالم بن سالم بن سعيد الجحافي ينطلق مع رابع المراكز. تقدمت سمحه خامسا ليتقدم محمد بن نابت بن محمد بن خيله. في هذه اللحظات انتقل لسادس المراكز لاتابع الوصول، لاتابع القدوم هنا من قبل الضبية مبارك بن راشد بن علي الشامسي، يدفع بالضبية مع سادس المراكز، وسابعا وصل بالحطم ليقدم لنا دمعة سهيل بن محمد بالحطم العامري. انتقل لثامن المراكز لأتابع الوصول، وصل العامري ليقدم لنا خيرة منصور بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري، وتاسعا من وصلت غيوم سعيد بن محمد بالحب العامري. اما عاشرا تقدمت حفله عبد الله بن سالم بن دلموش الكتبي. هكذا هي النتيجه، ونداؤنا الاول يا ملاك ويا مضمرين للعشرة المراكز تجولنا ما بينها لنذيعها عليكم بالوفاء والتمام لتنتصف المسافة مع شوط الختام. واعود من جديد، اعود الى الدرعي، اعود الى الشبابية وسلالة الشبابية. من يأتي بالصدارة؟ علي بن سالم بن علي الدرعي يقدم الشبابية لتنطلق مع المركز الاول، لكن تدخل المنصوري ليدفع بوعد مع ثاني المراكز بشعار هزاع بن سيف بن عجلان المنصوري، ووصلت الوارية ليصل الجحافي. في هذه اللحظات زاهر بن سالم بن سعيد الجحافي، وتحركت انواعس راشد بن سلطان بن سالم الدرعي، لكن من تحركت من تقدمت هي شواهين سعيد بن محمد بن فالح الشامسي. الله يا هالاسماء، الله يا هالشعارات. شوط الختام مع من سيكون، من سيسجل اسمه ضمن الفائزين ضمن المتوجين بشوط الختام 1200 يا ملاك ويا مضمرين. هي ما بغت عن خط النهاية، ولا زال الدرعي، لا زالت الشبابية مع الصدارة مع القيادة، لكن حذاري حذاري من شواهين. تقدم الشامسي الكيل الأخير، الكيل المثير، احلوت المنافسة، وصلت الشعارات، تقدمت الأسماء، من تقدمت هناك من الجهة الأخرى وتقدمت لتتسلل إلى الصدارة. بسم الله ما شاء الله، روح بالحطم، روحت زعفرانة صالح بن احمد بن محمد بالحطم العامري، يغير اول ندى لهذا الشعار نحو المركز الاول
بالحطم مع الصدارة، وصل الوهيبي ليدفع بخلابة مع ثاني المراكز ونواعس قادمة مع الدرعي، لكن أعود من جديد، أعود إلى بالحطم، إلى العامري، إلى زعفرانة. وصلت الأسماء، تقدمت الشعارات مع الأمتار الأخيرة 400 متر. يا ملاك ويا مضمرين، لا زالت زعفرانة مع الصدارة، والوهيبي يحاول مع خلابة. أيضا وصلت نواعس مع الدرعي، وتحركت هناك الغزيل مع الظاهري، لكن بالحطم حتى هذه اللحظات زعفرانة تريد، الزعفران تريد الانتصار. بالحطم، بالإبداع، بالإمتاع، أهالي العين مع الانتصار. سلام سلام، تحية واحترام والسلام والشكر أيضا إلى سعيد بن حميد الوهيبي من غادها في عملية التضمير. أما ثاني المراكز كانت خلاب أحمود بن طويرش الوهيبي، وثالثا من وصلت كانت الغزيل خالد بن عبيد بن أحمد الظهري، ورابعا كانت نواعس بشعار راشد بن سلطان بن سالم الدرعي، وخامس المراكز من تقدمت كانت تغرودة حمد بن حمود بن سالم بن محمد الوهيبي. إذا تهانينا والناموس لصالح بن أحمد بن محمد بالحطم العامري، من غاد زعفرانة لتهدي بالحطم هذا الناموس والانتصار بهذا الإبداع والإمتاع. وشوط الختام ليسجل باسم العامري مع زعفرانة وبقي قيادة المضمر. بقيادة المضمر سعيد بن حميد الوهيبي من غادها بنجاح لتهدي العامري هذا الناموس والانتصار، وبتوقيت وقدره 6 دقائق 7 ثواني 6 أجزاء من الثواني لحظة وصول زعفرانة نحو خط النهاية ذاهبة بالناموس والانتصار. خلابة تأتي ثانيا بشعار الوهيبي أحمود بن طويرش الوهيبي، 6 دقائق 9 ثواني 5 أجزاء من الثواني. أما ثالثا كانت الوصول والقدوم هناك من قبل الغزيل خالد بن عبيد بن أحمد الظاهري بتوقيت وقدره 6 دقائق 11 ثانية جزء واحد يأتي من الثواني. أما رابع المراكز كانت نواعس راشد بن سلطان بن سالم الدرعي بتوقيت وقدره 6 دقائق 11 ثانية جزءا يتيما من الثواني. وخامسا وتهانينا والناموس لجميع الفائزين.